في عصر سيدنا ابراهيم عليه السلام كان هناك عدد من الطغاه والاقوام الفاسدين منهم الملك الهكسوسي سنان بن الاشل الذي غزا مدينه منف وصار حاكما على اجزاء من ارض مصر مولاي العظيم سنان ما الذي عاد بك مبكرا يا قائد الجيش اسرت امراه عظيمه الحسن وعظيمه الشان ايضا في غارتي على احدى القبائل ومن تكون هل سمع مولاي برجل يدعى ابراهيم تحدى الملك النمرود وهزم مم. اذلك الرجل الذي وضعوه في النار وخرج منها سالما انه هو يا مولاي هو رجل عجيب يدعو الى اله واحد ويفتن الناس بحديثه اينما ذهب ولكن ما علاقته في الامر لقد اسرت زوجته اسمها ساره هذا خبر عظيم زوجه ابراهيم اصبحت جاريه في قصري هيا 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 اقتربي مني ايتها الجاريه الحسناء اللهم نجني من كل ظالم جبار اختنق لا استطيع التنفس هذا من سوء عملك ارجوك امنعي ما فعلتيه من سحر استغفر الله العظيم وهل يفلح السحره ما الذي جرى لي العلم عند الله الالم لا يطاق اتوسل اليك ان تفعلي شيئا ان الله وحده الشافي ولا املك لك ولا لنفسي الا الدعاء اد... ادعي ربك اذا ليشفيني سادعوه على ان تلتزم الادب سافعل اتوسل اليك اللهم انك انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك أوه. الهواء يدخل الى صدري ما هذا قل الحمد لله اذهبي عني هيا ابتعدي يا حراس ارسلوا في طلب الكهنه والسحره اسرعوا هذه المره لن تفلتي من يدي يا ساره الم تتعلم من المرتين السابقتين لقد اخذت كل الاحتياطات واشعلت البخور المقدس وصنع لي الكهنه احجبه تقيني من السحر كما ان الالهه كلهم حولي ليهدك الله ايها المسكين كيف تخاطبين ملكا بهذا الحديث الملك لله وحده فلا تغتر بقوتك ساريك مدى قوتي عادت الالام مره اخرى ترى ايات الله بعينيك ثم لا تؤمن به ارجوك ارجوك ساعديني لا استطيع احتمال الالم اللهم انك تعلم ضعفي وقله حيلتي ولا حول ولا قوه لنا الا بك اللهم اشفه فانت الشافي اقسم انني لن احاول ايذاءك مره اخرى اهلا بالسيده الصالحه ساره قررت ان اطلق سراحك هل جاء اليك نبي الله نعم قابلته قابلته ومعي كبير الكهنه وعلماء الفلك والحساب وقد ادهشنا جميعا بعلمه الغزير اذا انت امنت به اسمعي يا سيدتي اننا نعيش في هذه الارض على طاعه البسطاء لنا فان انتشر دين ابراهيم لن يطيعنا احد ولن يرضى بحكمنا احد فهل نضر انفسنا لست افهم لكم دينكم ولنا دين انتظري ايتها السيده الصالحه ماذا ايضا هديه من الملك ذهب واحجار كريمه واميره مصريه اسرتها وستكون جاريه لك لا لا استطيع ان اقبل الذهب او الاحجار الكريمه هدايا الملك لا ترد سأقبل إذا الفتاة ذات الوجه المليح. ما اسمك يا فتاتي؟ جاريتك هاجر يا مولاتي، بل أختي في الله يا هاجر، تعالي معي عسى أن ينفعنا الله بإسلامك. إسلام سنتحدث كثيرا فيما بعد. السلام عليك أيها الملك. وعاملت السيدة سارة جاريتها هاجر كأختها الصغيرة أو كابنتها. هذه النباتات ستفيدك كثيرا باذن الله. لعلها تشفيني، الاصح ان نقول لعلها ان تكون سببا في الشفاء، لان الشافي هو الله وحده. ما اجمل دينكم. الحمد لله ان هدانا للاسلام، وارسل لنا خليل الله ابراهيم. خليل الله، يا له من لقب عظيم، لم اسمع به من قبل عند اي كاهن. الكهان يا ابنتي ابنتك لم يمن الله علي بالانجاب وقد ارتاح قلبي لك يا هاجر هذا من حسن حظي يا سيدتي كنت تقولين شيئا عن الكهان لا احبهم فهم يكذبون ويخلطون الحق بالباطل والعلم بالخرافه هذا صحيح الن ترتاحي قليلا سارتاح عندما تاكلين وتستردين عافيتك باذن الله لا تنسى شيئا واحرص على الأسواب الحريرية أمرك يا سيدة والها أهنئك على هذا الحظ أي حظ؟ عن أي شيء تتحدثين؟ لقد سمعت أن زوجك لوط قد بعثه الله نبيا ليدعو إلى عبادته في أرض سدوم وعمراء نعم وسنمضي أغرابا إلى هناك أنا أيضا أسلمت بالأمس لرب العالمين يا له من إحساس طيب 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 أسرع بأعداد المؤن أوشكنا على الانتهاء كنت أهاب الوقوف بين يدي سيدي إبراهيم لأعلن الإسلام وإذا به يبتسم في وجهي ألن تتوقفي عن السرسرة وإضاعة الوقت؟ لم أقصد آسفة أحمل الصناديق إلى الجمل سأمضي أنا يا لها من امرأة فظة كيف يكون لنبي الله لوط زوجة كهذه؟ لا يصح ان نقول عنها سوء من غير حضورها هذه غيبه هكذا علمني نبي الله ابراهيم الن يعود سيدي ابراهيم الى خيمته في هذا البرد الشديد انه معتاد على هذا يا هاجر يستيقظ في جوف الليل فيصلي لله ثم يتم التسبيح في الخلاء ويستوي عنده الحر والصقيع، نحتاج إلى شيء من الطعام. أستحلفكما بالله أن ترتاحا، سأذهب أنا لإعداد الطعام. هل لي أن أبوح لك بسر؟ بالطبع يا أمي وسيدتي، أشعر أنني مقصرة مع زوجي إبراهيم، فهو يرفض أن يتزوج بأخرى إكراما لخاطري، وأنا لا يرضيني أن يبقى دون ذرية، إن هذا حق أي رجل عادي. فما بالك بنبي الله وخليله وما ذنبك أنت يا سيدتي هذا أمر الله وله في ذلك حكمة بكل تأكيد لقد أراحني أن أتحدث معك لا أدري بماذا أجيب كنت بالأمس أميرة يؤلمها الأسر وتبكي لضياع ملكه والآن أحمد الله على ضياع الدنيا الزائلة وفوزي بصحبة امرأة مثلك ما أطيب كلماتك وأرقها أنت مفطورة على الإسلام الصحيح يا هاجر الحمد لله على الدين الحنيف ملة إبراهيم عليه السلام تقبل الله منك يا هاجر منا ومنك يا صاحبة الفضل أريدك في أمر مهم أمريني يا سيدتي لقد قررت أن يتزوج نبي الله إبراهيم ليرزق بالذرية الصالحة هذا تصرف في منتهى النبل والرقي تعجب الخليل من الفكرة في البداية وعندما اصررت وافق وفوضني ان اختار له الزوجه هذه مهمه صعبه كيف تجدين من تستحق هذا الشرف وجدتها بفضل الله الحمد لله الا تريدين معرفتها بل اتوق شوقا لمعرفه سيدتي الجديده انها انت يا هاجر انا ولكن اترفضين الزواج بنبي الله ابراهيم معاذ الله انما لا احتمل المفاجاه لقد أسرني الملك وأسرك أنت أيضا، وكان ظاهر الأمر شرا لنا وباطنه فيه الخير، لنتعرف ونتحاب ونتشارك في شرف الزواج بخليل الله إبراهيم. لن أنسى فضلك هذا ما حييت. وتزوجت السيدة هاجر بنبي الله إبراهيم، كما أرادت لهما سارة الصالحة، وأنجبت هاجر صبيا كالبدر. هو إسماعيل عليه السلام. يا له من جو عاصف، نجنا يا الله. لا أدري كيف يسافر نبي الله إبراهيم في مثل هذه الظروف. إنه مأمور يا نيرة من رب العالمين. ولكن أخشى على سيدي إسماعيل فهو لا يزال رضيعا. هاجر امرأة ذكية وفطنة، وستقدر على رعاية وليدها بإذن الله. اه الحمد لله هدات العاصفه الحمد لله اللهم كن مع ابراهيم واسماعيل وهاجر وبارك لهم في رحلتهم اشتقت لمداعبه سيدي اسماعيل ورؤيته وهو يبتسم وانا والله اكثر منك انه وليدي الذي لم انجبه وهو دعوه الخليل الى ربي اللهم بارك لنا فيه واحفظه من كل سوء ووصل نبي الله ابراهيم وزوجته وولده الرضيع الى جبال مكه المباركه وهناك قرر ما ادهش زوجته سيتركهم وحدهم ويمضي الى حيث يؤمر يا زوجي وسيدي كيف تتركنا في هذا الوادي المقفر وحدنا لا يوجد هنا زرع ولا ماء اجابها النبي الكريم انه من يسكن مع الله لا تشغله امور الدنيا الله بهذا؟ قال النبي الكريم: نعم. إذا فالله لن يضيعنا. سار خليل الله إبراهيم مسرعا، وعندما اختفى عن وجه زوجته وحبيبته هاجر، تضرع إلى ربه وقال: يا رب إني أسكنت أهلي في أرض لا زرع فيها ولا ماء، ولم أترك لهم إلا رحمتك. ربنا أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يا الله يا الله سيدتي ماذا بك الحمد لله كان حلما هل لي ان اسالك عنه رايت حبيبي اسماعيل يبكي ويتضور جوعا وصدر هاجر لا يستطيع ان يطعمه خيرا باذن الله لا تشغلي بالك انه مجرد حلم نفد الماء والغذاء من السيده هاجر وكان ولدها اسماعيل يبكي بشده من الجوع والظما فتركته في مكان وسط اشعه الشمس الحارقه ايها الناس الا يوجد احد هنا وهبطت من جبل الصفا مهروله الى جبل المروه ايها الناس ادركوني وعادت مره اخرى الى جبل الصفا معي طفل صغير يكاد يهلك وظلت هاجر تعدو بين الصفا والمروه حتى اتمت سبعه اشواط واستبد بها التعب. يا الله، أهي حقيقة أم سراب؟ إنه الماء، لم أذق في حياتي أطيب منه، أنت يا حبيبي الصغير، من حفر هذا البئر بقدميه؟ اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كما ينبغي لك. انظر يا جرهمي! كيف يأتي الطير إلى جبال مكة القاحلة؟ لا بد أنه وجد أثرا للماء إذا هيا بنا لنشرب ونتزود من الماء وصل العماليق إلى البئر الذي سمي زمزم لأن السيدة هاجر عندما رأت انفجار الماء بقوة أحاطت بذراعيها وقالت زمي زمي هل تأذنين لنا أن نقيم خيامنا بالجوار؟ هذه أرض الله، لا أملكها. إننا نستأذن لأنك أول من سكن المكان. أذنت لكم، ولكن بشرط. ما هو؟ لا حق لكم في بئر زمزم. نعرف أنها بئرك أنت. معاذ الله، أنا لا أملكها. أها، ومن مالك البئر إذا؟ الله وحده. الله؟ نعم، ولكل عابر سبيل. الحقُّ في الشُّربِ من ماءِ زمزم دون أجر، هذا شرطي الوحيد. تأكَّدي أنَّ هذه ستعمرُ خلالَ أيامٍ قليلة، وسيأتي الخيرُ لها من كلِّ مكانٍ. نيِّرة، ماذا دهاكِ؟ أبشري يا سيدتي، رأيتُ نبيَّ الله إبراهيم قادمًا إلينا. إبراهيم؟ اللهم صلِّ وسلِّمْ وباركْ عليك، يا حبيبي يا نبيَّ الله. هو قادم إلينا في الحال سأسرع في إشعال الحطب وإعداد الطعام هل معه إسماعيل وهاجر؟ لا ليس معه لا بد أنه قد اطمأن عليهما هيا ألم تحضر الحطب بعد؟ كل هذا الخير بفضلك أنت يا زوجة النبي الكريم بل بفضل الله وحده ودعوه ابراهيم ان يجعل افئده من الناس تهوي الى تلك الارض مباركه لقد اخذنا منك العلم والخلق الرفيع وزوجك الفاضل قد هدانا الى عباده الله الواحد الاحد واقل شيء نشكرك به ان تقبلي منا هذا الطعام الحمد لله اغنانا الله من فضله لا تردينا خائبين إذا سأقدم طعامكم لكل عابر سبيل حتى يشعر الناس في أرض مكة بالأمن والشبع. لقد جاء ضيوف لنبي الله إبراهيم. رأيتهم، لهم وجوه تضيء بالنور والحسن. أمر سيدي أن نسبح لهم عجلاً ثميناً، أسرع في تنفيذ الأمر ولا تسر غضب الحليم. ألم تذبح العجل بعد؟ سأفعل في الحال. وانا ساساعدك في خدمه الضيوف لا لن يخدم ضيوف زوجي غيري سيدتي انت متعبه وخدمه الضيوف تحتاج لمجهود كبير اعرف انني قد صرت عجوزا ووصلت الى سن التسعين ولكني اصر على خدمه زوجي وضيوفه بنفسي كما تحبين يا سيدتي هل انتهى الضيوف من الطعام لنغسل الانيه انهم لم يلمسوا الطعام بعد كيف هذا؟ مضت عليهم ساعات طويلة، فكيف لم يجوعوا؟ خيرا يا سيدتي، ما الذي أضحكك؟ إن ضيوف إبراهيم يبشرونني بغلام. ها؟ يا لها من بشرة طيبة! ويحك يا نيرة، كيف ألد في هذه السن؟ أنا عجوز عقيم، وبلغت تسعين عاما. قال لها ضيف إبراهيم: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد حقا؟ كان هؤلاء الضيوف ملائكة من عند الله في صورة بشر؟ نعم هم كذلك ولماذا جاءوا؟ أمرهم الله أن يبلغوا نبيه وخليله بوجهتهم قبل أن يؤدوا مهمتهم وإلى أين يتجهون؟ هم ذاهبون إلى أرض لوط ليهلكوها ويجعلوا عاليها سافلها ولكن سيدي لوط هناك هذا ما قاله لهم إبراهيم عليه السلام فأجابوا أنهم على علم بذلك وسوف ينجو لوط وأهله إلا امرأته والها ولماذا تهلك زوجة النبي الكريم لوط لأنها كانت كافرة كانت تتجسس على زوجها وتبلغ أخباره لأعدائه الكفار أهذا جزاء الإحسان ليحاسبها الله ليس اقصى مما تنتظره في صباح الغد ولكن يا سيدتي لماذا تاخر الضيوف في خيمه نبي الله ابراهيم كل هذا الوقت كان الحليم ابراهيم يجادلهم في العفو عن قوم لوط فقلبه الطيب يفيض بالرحمه حتى على العصاه من كان يقول ان هذه الارض الجافه ستكون مزارا لكل المؤمنين منذ بنى ابراهيم وولده اسماعيل عليهما السلام الكعبه المشرفه والخير لا ينقطع اين السيده الطيبه هاجر اني لا اراها منذ ايام سافرت لتزور اختها في الله السيده ساره ام اسحاق سارة سيدتي سارة حبيبتي هاجر خشيت أن يقضى أجلي قبل أن أراك، أطال الله في عمرك يا أم إسحاق، أين حبيبي الصغير؟ إسحاق يلعب مع أخيه الفارس إسماعيل، كم يحب إسماعيل ترويض الخيول، لم نسمع من قبل عن أحد ركب ظهر الخيول الوحشية واستطاع إخضاعها، هو بالفعل أول عربي يفعل ذلك وابوه ابراهيم سعيد بذلك حدثيني عنك يا هاجر اوحشتني لا اوحش الله قلبك الطيب ابدا ان مكه المكرمه ارض خير وسلام ليتك تقيمين معي فيها والله احب ما اريد وماذا يمنعنا سيدي ابراهيم امر بذلك حتى ينتشر ابناؤه في مشارق الارض ومغاربها النساء في الصحراء يتعجبن من امرنا يقولن زوجتان للرجل نفسه وبينهما كل هذا الود والإخلاص إن وجود النبي الكريم في حياتنا هو ما يصنع الحب بيننا لا تنسي أنه عنوان الحب والخلة نعم صدق من أسماه خليل الله ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ إن هذا لشيء عجيب. قالوا اتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود